السلام عليكم، صباح الخير. أشكر جميع الأخوان الحضور وفريق العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي على المشاركة وعلى البدء في هذا البرنامج الضروري والهام لجميع المناطق. كما هو معروف، خدمات التعاون الصحي تقدم خدمات لمستشفيات وزارة الصحة، منها التدريب، منها الزيارات، منها الاستشارة الطبية، التحاليل. جميع الخدمات هذه تكون عن طريق مكتب خدمات التعاون الصحي في المناطق. التدريب في هذا الجانب سوف يضم مشروع كبير لموازنة الستاندرز بين التخصصي والمناطق في الطرفية، من خلال الطب الاتصالي نستطيع التواصل عن طريق الاستشارات الطبية، عن طريق الرأي الطبي الثاني. كذلك نقدم خدمة المختبر والتي يتم تقديمها عن طريق المراكز في جميع مناطق المملكة، والتي ترسل إلى مختبر مستشفى الملك فيصل التخصصي. هذا تقريبا يعني فكرة عامة عن المشروع. شكرا. Thank you.